جامعة الشعب، مهارة وتعليم. الجامعة التي تأسست في عام 2022 تسعى أن تكون جامعة رائدة تنافس الجامعات والكليات داخل وخارج العراق منافسة شريفة بفضل كفاءاتها وأساتيذها وكوادرها كافة وطلبتها الأعزاء. يتفضل الآن السيد رئيس الجامعة المحترم الدكتور يوسف خلف يوسف لإلقاء كلمته مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. زملائي وزميلاتي في هيئة التدريس المحترمة في جامعتنا العزيزة، الضيوف الكرام وضيفنا المميز الأستاذ كريم حمادي، والأهم من ذلك الوجوه الجديدة المشرقة في جامعتنا جامعة الشعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بصفتي رئيساً لهذه الجامعة الوليدة يسرني أن أقف بين أيديكم للاحتفال ببداية السنة الأكاديمية الجديدة. جامعتنا ليست مجرد مكان للتعلم، بل هي مجتمع نابض بالحياة يزدهر بالتنوع والابتكار والتميز. للعقول الجديدة والأرواح المزهرة التي تدخل أروقتنا، أهلاً ومرحباً بكم. أنتم الآن جزءاً من نسيج غني من المعرفة والاكتشاف. جامعتنا ليست مجرد مؤسسة، بل هي بوابة إلى إمكانيات لا حصر لها. وأثناء رحلتكم التعليمية هذه، اعلموا أنكم محاطون بهيئة تدريسية ملتزمة ومجتمع داعم وجاهز لتوجيهكم والسير معكم نحو المهارة والتعليم. تعد هذه السنة الأكاديمية بتحديات مثيرة وأبحاث مبتكرة وفرص لا حصر لها للنمو الشخصي والفكري لكم. اعتنقوا هذه الأفكار وشاركوا في مناقشات وإطروحات علمية مفيدة، واستفيدوا من موارد المتاحة لكم في الجامعة. الجامعة ليست مجرد قاعات دراسية ومناهج وامتحان، بل هي مركز إلهام حيث يغرس الأحلام وتحلق التطلعات. تفانينا للتميز لا يتزعزع، نحن نؤمن بإمكانية كل طالب للمساهمة بشكل معنوي في المجتمع. وأثناء تنقلكم في مساراتكم في المهارة والتعليم، تذكروا أن كل درس تعلمتموه أو تتعلمونه، وكل عقبة تتغلبون عليها، هي خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً. نقف اليوم كمجتمع يقدر التكامل والتضامن والتعاون، وأثناء بناء الصداقات وشبكة العلاقات تذكر القوة التي تكمن في الوحدة. معاً يمكننا تحقيق شيء مميز وعظيم، ما حققناه خلال سنتنا الأولى من الافتتاح في هذه الجامعة التي انضمت إلى عائلة التعليم في العراق، ممكن اختصاره في النقاط التالية. أولاً، استحدثنا الأقسام العلمية ضمن رؤية تستشرف الحاجة الحالية والمستقبل القريب. فنحن كما كنا رائدين في استحداث الأمن السبراني في العراق، وبحمد الله تبعتنا مجموعة من الجامعات والكليات العزيزة. الآن الأمن السبراني لدينا في المرحلة الثانية، والجامعات بدأت في المرحلة الأولى في هذه السنة. استحدثنا أقساماً مميزة ونادرة على مستوى العراق، ومنها هندسة الذكاء الاصطناعي وقسم الكيمياء الحياتية. هذه القسمين الأولين في العراق على مستوى المؤسسات الأكاديمية الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى أقسام مهمة كالهندسة المدنية وهندسة الأطراف والمساند والأقسام الطبية بثلاث أقسامها: الأقسام قسم الفيزياء الطبية وقسم الكيمياء الحياتية وأيضا قسم التقنيات المختبرات الطبية. أيضا حققنا في هذه السنة وبحمد الله عقد
شراكات محلية ودولية مهمة مثل جامعاتنا العريقة بمختلف مسمياتها مع الاحترام للكل، ومؤسسات دولية، وآخرها في الأسبوعين الماضيين مايكروسوفت المهمة جدا، حيث ستتيح لكم هذه الشركة اشتراكات أصلية، وبإمكان استخدام هذه البرامجيات مجرد أنكم طلاب في هذه الجامعة. وأيضا مؤسسات مهمة متخصصة في الأمن السبراني وحوكمة البيانات مثل مؤسسة آيساكا وغيرها. تم استحداث مركز التعليم المستمر والذي يرتبط بالكثير من الورش التدريبية والورش والندوات وغيرها، وسيتم إعلان قائمة مميزة من التدريبات التي يقودها خبراء عراقيين وأيضا دوليين. تم عقد العشرات من الندوات والورش واللقاءات المتخصصة بمشاركة متخصصين دوليين ومحليين تفاعلت مع أحداث المجتمع، وآخرها الندوة التي تناولت موضوع الانتخابات المحلية في العراق. المشاركة في مؤتمرات دولية ووطنية تناولت الشأن التعليمي بالعراق، وأيضا استكمال أول جامعة رقمية في العراق. بإذن الله في الأشهر القليلة القادمة سيتم الإعلان عن أول جامعة رقمية بالعراق، هي جامعة الشعب، وسيتم افتتاحها من قبل المسؤولين في وزارتنا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أيضا تم استكمال مشروع أول جامعة بلا نقد أو ما يعرف بالكاشلس يونيفرسيتي بجامعتكم العزيزة. سيتم تداول المستحقات المالية سواء كان الأقساط الدراسية أو حتى مستحقات النادي والدفع من خلال دفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية التي يستخرجها موظفو البنك في الجامعة، ليكون لكل شخص فيزا كارد ممكن يستخدمها لدفع الأجور الدراسية أو الاستخدامات أخرى التي تستدعي دفع بالأموال. ما نطمح إليه هذه السنة، كل سنة نضع مجموع من الطموحات والأهداف التي ممكن أن نحققها للسنة القادمة إن شاء الله. الاستمرار باستحداث أقسام وكليات مهمة، تظرون إن شاء الله هذه السنة سنستحدث بعض الأقسام التي سيتم الإعلان عنها لاحقا. الاستمرار بتطوير ورعاية البيئة الجامعية من خلال البنى التحتية الجديدة، تشهدون خلفي وعن يميني بعض البنى التي تتطور أمامكم. بإذن الله خلال الأشهر القادمة سنستلم هذه البنى التحتية، وستجدون بيئة تعليمية نابضة بحياة جامعية مميزة للطلاب، منها قاعة المؤتمرات الكبرى عن يميني في الطابق الأرضي لهذه البناية. ويسرني الإعلان عن شيء مهم جدا، وهو مطبخ المهارات أو ما يعرف بالسكيلز كيتشنز. في هذه البناية ستجون مطبخ للمهارات الذي يهتم بصقل المهارات الشخصية للطلاب بغض النظر عن تخصصهم. سيتم التركيز على اللغة الإنجليزية، العالم الرقمي، كيفية التحدث، كيفية إنشاء فكرة، كيفية إنشاء مشروع، ومركز الريادة الخاص في جامعة الشعب. إقامة مؤتمرات وأنشطة نوعية، وسيكون الحدث المفاجئ بالشهر الرابع إن شاء الله، الذي يخص تخصصي السايبر سيكوريتي والارتفيشال انتليجنس أو الذكاء أو الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي إن شاء الله، على مستوى وطني وليس على مستوى الجامعة. استقطاب الكفاءات المحلية والدولية بمختلف التخصصات، وستجدون مشروع نادي الطلاب، نادي الطلابي لجامعة الشعب. هذا النادي ليس النادي المكان مثل هذا المكان لتناول المأكولات والمشروبات، بل سيكون نادي لممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية بشكل كامل بإذن الله. هذه التي تروها أمامي لما كاملة بالطابق الأول والثاني ستكون محطات استراحة وتضم الأنشطة الخاصة بالطلاب. وأيضا سيتم تغيير المكتبة إلى هذه البناية، وسيكون الطابق الثاني أيضا مطعم، فيكون أربع أماكن استراحة وترفيه للطلاب لممارسة حياتهم الجامعية بشكل كامل. لا أريد أن أطيل عليكم، أريد أن أشكر بعض الأقسام التي أعدت لقبولكم واستقبالكم وإعداد أوراق قبولكم بشكل كامل. أخص بالذكر قسم التسجيل وبرئاسة رئيس القسم ومديره الأستاذ المساعد دكتور هيثم غني أحمد وكادره اللطيف جدا، إن شاء الله سيتم تكريمهم على المنصة. وأيضا قسم الشؤون الإدارية والمالية بقيادة السيدة رند أياد وأعضائها الرائعين.
قسم المتابعة وقسم تكنولوجيا المعلومات. أريد أن أشكر شكر خاص للهيئة التدريسية من السادة السيد المساعد والسادة العمداء والسادة رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية بكل تنوعهم وإنجازهم النوعي، وحقيقة نفخر بهذه الباقة المتنوعة من الورود. أتمنى أن تستفيدوا من خبراتهم بشكل كامل. أشكر وزارتنا العزيزة وزارة التعليم العالي بقيادة معالي وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي على رعايته للتعليم الأهلي بشكل خاص ودفع عجلة التعليم حقيقة وبلا مجاملة إلى نقاط مهمة جدا من التطوير. وأيضا أشكر كل المؤسسات الداعمة والشخصيات التي دعمت ولو بكلمة اسم جامعة الشعب. في الختام أتوجه بتهنئتي الحارة للطلاب الجدد، اعتنقوا هذه الفرصة، استفيدوا في كل لحظة، استفيدوا إلى أقصى حد من وقتكم في جامعة الشعب. للطلاب وأعضاء التدريس، دعونا نستمر في الإلهام والدعم وقيادة هذا الجيل الواعد. ها هي فرصة لسنة أكاديمية ناجحة ومثمرة، مرحبا بكم في جامعة الشعب حيث تلتقي المعرفة بالمصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.